عندنا 12 طن، عندنا 12 طن تاع عتاد طبي راهي مكدسة في الأكياس، حابين نهبطوها للجزائر باش نديروا بها زوج مستشفيات ميدانية باش نعاونوا الأطباء تاعنا ونعاونوا المستشفيات تاعنا. وعندنا عشرات الأطباء راهم مستعدين ينزلوا ممرضين باش يخدموا ويعاونوا المعليرة. و أجبرت الجمعية الطيبة في فرنسا أنها تتعاقد مع الهلال الأحمر الجزائري باش هذا العتاد ينزل. اليوم لا يوجد رد لا من الهلال ولا يوجد رد لا من السفارة الجزائرية. الجماعة اليوم نهار كامل في المطار على أمل أنهم يلقاو بلاصة في طائرة المسافرين يشحنوا معها العتاد. ما قدرناش حل، حاولنا نتصلوا بأرجيري في باريس في ليون في مارسي جماعة الكارغو، للأسف كان الوقت تأخر، راح نزيدوا نحاولوا معاهم غدوة إن شاء الله صباح، لكن إذا ما قدرناش راح الأمور إلى يوم الثلاثاء في الطائرة الجاية، والله أعلم إذا نلقاو مكان ولا ما نلقاوش. تكرموا من دخلوا وساعدونا الإخوة في وزارة الصحة، هنالك المئات على مسؤوليتي هذا الكلام من الجزائريين والجزائريات من الأطباء والطبيبات من الممرضين والممرضات حابين يدخلوا يعاونوا نظرائهم في المستشفيات. رانا عارفين باللي ماتونا أطباء وماتونا ممرضين، وانا عارفين باللي كاين طواقم طبية أصيبت، ورانا عارفين باللي كاين أطباء راهم تعبانين، رانا حابين نساعدوهم بإقامة مستشفيات ميدانية دون دي شابيتو، نجيبوا الماتريال ونجيبوا الأطباء. يا وزارة الصحة أعطونا شخص نسقوا معاه، ما تربطوناش تفوتوا الهلال، ما تربطوناش تروحوا للسفارات، رجاء خلونا أعطونا شخص في وزارة الصحة نتواصلوا معاه. هذا نداء أرجو أن يصل من فضلكم. واشنطن راهي جاهزة، ستكون فقط خطوة أولى لإقامة مستشفيين ميدانيين، أطباء راهم جاهزين، لا قدرنا نشحنوا ولا قدرنا نمسكوا مع وزارة الصحة. تكرموا من آمنونا، تكرموا.